المواطنين بحاجة إلى دراسات فسيولوجية لمعرفة الأسباب الحقيقية، أم أن المنطقة يوجد فيها معادن مشعة كاليورانيوم والبلاتينيوم والثوريوم وبالتالي أثرت على صحة الإنسان. دعوة لكل العالم أنه لدينا بشر في القرى المحصورة بين الجبال العازلة بحاجة إلى نظرة إنسانية ولفتة كريمة من الكل. العدد مهول، محتاجين لرعاية خاصة، محتاجين لأعمال يعني ربما مشروع لمهارة الحياتية، محتاجين لدمجهم مع الأسوياء في المجتمع المحلي وفي المجتمع العام، وأيضا دمجهم في التعليم. Thank you.